وإلى اليمن، حيث استأنف طيران التحالف الذي تقوده السعودية قصف مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مدينة عدن جنوبي اليمن بعد ساعة من انتهاء الهدنة الإنسانية. القصف استهدف منطقة صلاح الدين والعريش والمطار والتواهي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، فيما سقط قتلى وجرحى في هجوم للمقاومة الشعبية على مقر اللواء 15 التابع للحوثيين بأبين جنوبي البلاد. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية على مداخل مدينة الضالع. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن مسلحين حوثيين فجروا منزل رئيس هيئة الأركان العامة علي المقدشي في مدينة ذمار شمالي البلاد، مضيفة أن ذلك جاء بعد اندلاع اشتباكات بين مسلحي الحوثي وحراسة منزل المقدشي خلفت إصابات من الطرفين.